قال ويليه وقت الفجر، هذا يشير إلى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر لكنه ضرورة، وهذا هو المذهب وقول جمهور العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن منتهى وقت صلاة العشاء نصف الليل لحديث عبد الله بن عامر، وهو الراجح والله تعالى أعلم، لقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو اشتداد ظلمته، وقد جاء بيان ذلك في حديث عبد الله بن عامر أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، إلى منتصف الليل الأوسط، وهذا منتهى ولم يذكر وقتا بعده.